الشيخ احمد عبد الصادق عين وكيل وزاره الاوقاف المصريه. الشيخ احمد عبد الصادق طبعا هو وكيل وزاره الاوقاف المصريه بمحافظه الغربيه، عين 4 واعظاتنا النساء للمره الاولى في تاريخ الوزاره. القرار ده تم في اطار كيفيه النهوض بالدعوه الاسلاميه وتجديد الخطاب الديني، وفي ظل سعي وزاره الاوقاف لتحقيق دعوه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني اللي اطلقها في خطابه خلال الاحتفال بمولد النبي في يناير الماضي. ال4 واعظات من النساء في للمره الاولى في تاريخ الوزاره، بس طبعا يعني اكيد المجال شغلهم هيكون يعني مع الفتيات، مع أكيد. في المصانع.